السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن كل شيء يتعلق بالتنسيق للثانوية الأزهرية 2022، وكمان هنتكلم عن اختبار القدرات وعن كليات مش موجودة في الأزهر وعن معاهد ممكن يبقى ليها تكليف بعد الدراسة، بتدرس فيها سنتين وبتطلع تشتغل على طول. تعالوا أول حاجة نتكلم عن التنسيق، هنعمل إيه في التنسيق؟ اولا ايه الترتيب الطبيعي للاحداث بعد النتيجه؟ يعني انا جبت النتيجه من على النت، اعمل ايه؟ اولا لازم تروح المعهد بتاعك تجيب استماره النتيجه. الاستماره دي مكتوب فيها فوق كده الاسم بتاعك والمذهب والمحافظه والكلام ده كله. في حاجه هنحتاجها علشان لما التنسيق يفتح هنحتاجها، مكتوب الكود او الرقم السري. هتلاقي مكتوب كده في الاستماره بتاعت الثانويه بتاعتك الكود او الرقم السري، وهتلاقي مكتوب جنبه كلام او ارقام. الارقام دي هنحتاجها. ايه بقى اللي هنحتاجه امتى؟ اولا هتلاقي صفحه الازهر اللي هو المركز الاعلامي للازهر الشريف كاتب ان التنسيق فتح، مل باب الرغبات فتح. التنسيق ده هو الرغبات دي هي بدايه التنسيق. فلما تعرف ان الرغبات فتحت هنحط لكم اللينك بتاع الرغبات اللي هو موقع التنسيق، هتلاقيه موجود في الوصف او في اول تعليق موجود في الفيديو. شوف وصف الفيديو هتلاقي حاجات كتيره مهمه. هتدخل على الرابط بتاع التنسيق، هو مكتوب دلوقتي الثانويه الازهريه مغلق، تمام؟ لما يبداوا يفتحوا باب ملء الرغبات هتلاقي يعني كل الصفحات هتعلن الرغبات مفتوحه دلوقتي، فالناس تدخل تسجل الرغبات. هتدخل رقم الجلوس بتاعك وهتدخل كمان الرقم السري. الرقم السري ده اللي هو فين، او الكود يعني اللي هو مكتوب في الاستماره بتاعتك. بعد ما تدخل الرقم الجلوس بتاعك وبعد ما تدخل الكود اللي هو مكتوب في الاستماره هيبدا يدخلك على صفحه التنسيق تملى الرغبات. طب امتى بدايه الرغبات؟ ما نعرفش لسه. لما الازهر يبدا يقول ان احنا فتحنا باب الرغبات كل الناس هتعرف، يعني هتدخل وتملى الرغبات بتاعتك وترتبها على حسب ما انت عايز. عاوز تكتب طب الاول، صيدله، هندسه، عاوز تكتب الاول لغات وترجمه الاول على حسب انت علم ولا ادبي، انت بتملى الرغبات على حسب مزاجك. حتى لو انت جاب 60% حطيت طب القاهره اول حاجه برضو مفيش اي مشكله، انت مش هيجي لك غير الكليه اللي لايقه على مجموعك، ما تقلقش يعني. يبقى ده اول حاجه هنعمل ايه. اول حاجه هتجيب النتيجه بتاعتك علشان مكتوب فيها كود هنحتاجه في ملء الرغبات. لما الرغبات تتفتح هتبدا ان انت تملاها على حسب الترتيب اللي انت عايزه، والكليه اللي هتبقى هيجي مجموعك ليها هيبدا التنسيق يختارك تلقائيا، ما تقلقش يعني. بعد كده بقى بعد ما تملى الرغبات هيبدا ان انت يظهر لك نتيجه التنسيق قبل الدراسه باسبوع او 10 ايام او اسبوعين بالكتير قوي. طب سؤال دلوقتي، لو انا ماجل او معايا دور تاني هسجل الرغبات مع الناس بتوع الدور الاول؟ لا ما تقلقش، نتيجه الرغبات ما بتظهرش او نتيجه التنسيق ما بتظهرش غير بعد ما الدور الاول والدور التاني يخلص. انت لو كنت ماجل هتدخل عادي المواد بتاعت الدور التاني، ولو كان لا قدر الله ان انت كنت شايل مواد من الدور الاول هتدخل تمتحنها، وبعد ما تخلصوا الدور التاني والنتيجه بتاعتكم تطلع بيتفتح باب الرغبات تاني ملء الرغبات. الناس اللي كانوا ماجلين او دخلوا دور تاني يعني يبداوا يملوا رغباتهم من اول وجديد، وفي الوقت ده ينفع اللي كان مسجل في الدور الاول يعدل الرغبات. يعني ده بيحصل كل سنه، معرفش بقى السنه بتاعتكم هينفع اللي كان يعني في الدور الاول مسجل رغبات معانا ينفع يدخل يعدلها مع بتوع الدور الثاني ولا لا. المهم بتوع الدور الثاني او المؤجل هيبدا يملى الرغبات بتاعته بعد ما يمتحن الدور الثاني، هيفتح الموقع تاني ما تقلقوش. وخلي بالكم الدور الاول الموقع بيتفتح ايام محدده يعني اسبوع تقريبا وبعد كده بيقفل تاني، فالناس برضو تتابع تشوف الرغبات هتفتح امتى، هتلاقي كل اصحابك بيقول يعني. يبقى ده كده بالنسبه ايه الترتيب لو مأجل معايا دور تاني، هل ينفع اعدل على الرغبات؟ قلنا ينفع تعدل عليها في مده الاسبوع بتوع الدور الاول، او لما يفتح الدور الثاني ممكن تقريبا تعدل برضو. بعد كده نتكلم عن كليات مش موجوده في الازهر. عندنا في كليات مش موجوده خالص عشان لو بتفكر فيها يعني تشيل التفكير بتاعك منها خالص. ايه هي الكليات دي؟ اولا ما عندناش علاج طبيعي، ولا بنين ولا بنات، ما عندناش كليه علاج طبيعي، انسى الكلام ده لو انت في الازهر معانا. تاني حاجه ما فيش طب بيطري في الازهر، ولا بنين ولا بنات. تالت حاجه ما فيش كليه حاسبات ومعلومات، لا بنين ولا بنات. رابع حاجه ما فيش كليه ذكاء اصطناعي، ولا بنين ولا بنات. كمان ما فيش كليه فنون جميله عندنا، ولا بنين ولا بنات. وما عندناش برضو كليه فنون تطبيقيه، ولا بنين ولا بنات. وما عندناش كلية آثار، ولا بنين ولا بنات، ولا عندنا كلية تمريض للبنين. عندنا كلية تمريض للبنات بس ما عندناش للبنين. أي ولد معانا أو أي شباب الأزهر يعني البنين لو عاوزين يدخلوا كلية تمريض ما ينفعش يدخلوها غير كلية خاصة، ماشي؟ وهنتكلم برضو ينفع أحول لكلية عام ولا لأ. يبقى كلية التمريض للبنات فقط، للبنات فقط. بعد كده عندنا كلية الزراعة للبنات، مفيش كلية زراعة للبنات، في كلية زراعة للبنين.
ومفيش كلية سياحة وفنادق عندنا، ولا بنين ولا بنات، وما عندناش كلية اقتصاد ولا علوم سياسية. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بتاخد من مجموع عالي في العام التربية والتعليم يعني، احنا ما عندناش الكلية لا بنين ولا بنات، ومفيش كلية دعوة إسلامية للبنات. الدعوة الإسلامية موجودة للبنين فقط، موجودة للبنين فقط، وتقريبا مش موجودة غير عندنا في ايه، جامعة الأزهر في القاهرة، مالهاش فروع تانية. وبرضه في كلية الهندسة أقسام معينة، لو حد هوى أقسام معينة ممكن ما يلاقيهاش في كلية الهندسة، بس احنا عندنا هندسة بترول في الأزهر، بتدخلها من مجموع الهندسة العادي، وبعد إعدادي بتتخصص إيه، بترول. تمام كده يا جماعة؟ يبقى هي دي الكليات اللي مش موجودة. هتلاقي اللينك للصور، يعني في صورة كده موجود فيها الكليات اللي مش موجودة في الأزهر عندنا، عشان لو في حد بيفكر في كلية من الكليات دي، هي مش موجودة عندنا للأسف. تمام، في كليات بنين بس موجودة، وفي كليات بنات بس. تمام، بعد كده التوزيع الجغرافي للكليات. اولا يعني ايه توزيع جغرافي؟ يعني انا مثلا لو مقيم في القاهره فالمفروض ان الكليات في القاهره، لو انا مقيم مثلا في الشرقيه يبقى انا المفروض اروح تفاهنا الاشرف. احنا عندنا التوزيع الجغرافي ده مش موجود في الكليات اللي احنا بنقول عليها قمه. تمام، ايه هي الكليات اللي احنا بنقول عليها قمه؟ هي مش قمه ولا حاجه يعني، اللي هي الطب البشري وطب الاسنان والصيدله والهندسه، دي ما فيهاش توزيع جغرافي. يعني ايه؟ يعني لو واحد موجود في قنا وجايب مجموع طب القاهره هيروح طب القاهره ازهر طبعا. لو في حد في قنا وجايب هندسه القاهره ما يروحش هندسة قنا ويروح هندسة القاهرة عادي. يبقى احنا عندنا طب وصيدلة وأسنان وهندسة، دي ما فيهاش توزيع جغرافي. شو وكلية علوم كمان تقريبا أعتقد يعني، بس أنا متأكد منهم، البشري والأسنان والصيدلة والهندسة، دي ما فيهاش أي توزيع جغرافي. في أي حتة طالما أنت جايب مجموعك، لو أنت في أسيوط عاوز تيجي القاهرة ينفع، لو أنت في القاهرة وعاوز تروح أسيوط ينفع، ما فيش مشكلة. تمام كده يا جماعة؟ أما باقي الكليات في لها توزيع جغرافي. يعني أنا مثلا في تجارة، أنا دلوقتي في كل أنا محافظة أسيوط، وفي أسيوط جامعة الأزهر في جامعة هناك، وفي أنا جاي مجموع تجارة كلية تجارة جامعة الأزهر في القاهرة. لو أنا موجود في أسيوط ما ينفعش أروح القاهرة. طب لو أنا دلوقتي في القاهرة وعاوز أروح تجارة أسيوط برضه ما ينفعش، حتى لو جايب مجموعها. يبقى الكليات الباقية أو لو أنت مش جايب، لو أنت جايب مجموعها ما ينفعش تروح يعني مكان بعيد عن المحافظة اللي أنت ساكن فيها. تمام كده يا جماعة؟ طب أنا دلوقتي لو في أسيوط وعاوز أروح القاهرة ينفع عادي؟ مفيش مشكلة، تعمل حاجة اسمها تتأجر مثلا شقة، يتكتب عقد إيجار وتنقل البطاقة بتاعتك تخليها القاهرة، فبعد كده ينفع إن أنت تنقل القاهرة، مفيش مشكلة. ده أكتر حاجة بتقابل الناس اللي هي تنسيقهم بيودوهم على تفاهنا الأشراف. هو مش عاوز يروح تفاهنا الأشراف، هو عاوز يروح القاهرة، مفيش مشكلة. حاول إن أنت تعمل عقد إيجار بشقة هناك، وحاول إن أنت تنقل البطاقة بتاعتك تخليها القاهرة، وهتنقل عادي مفيش أي مشكلة. ده كده بالنسبة للتوزيع الجغرافي. بعد كده بالنسبة للقدرات، إيه بقى امتحان القدرات؟ أولاً كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة ملهاش قدرات خالص. لو يعني أنت مجموعك جاب الكليات دي مالكش قدرات، مفيش أي، ما تفكرش في أي حاجة. في كليات معينة بيبقى لها قدرات، يعني أنا لو جاب مجموعها لازم أروح أمتحن امتحان قدرات. امتحان القدرات ده بامتحان هايف، هو بس أهم حاجة تدفع الفلوس وبعد كده تروح تمتحنه. كل الناس بتنجح، مفيش حد بيسقط في امتحان القدرات، ما تقلقش من حاجة زي كده خالص. طب ايه هي الكليات اللي لها امتحان قدرات؟ موجوده برضو، اللينك موجود في الوصف او في اول تعليق، هتلاقينا حاطط لينك كده كاتب لك ايه الكليات اللي بتحتاج امتحان قدرات. هتدخل على اللينك هتعرف، لو انت مثلا حابب تقدم في كليه من الكليات اللي فيها امتحان قدرات لازم تروح تقدم على موضوع القدرات وتدفع عن طريق فوري. وموجود برضو اللينك في صفحه المركز الاعلامي اللي عاوز يقدم امتحان قدرات والكلام ده كله. ماشي، يعني مش كل الكليات تقدم. شوف انت لو نفسك في كلية بتحتاج امتحان قدرات روح قدم القدرات دي، لو انت في بالك كلية مش محتاجة امتحان قدرات خلاص ما تروحش تقدم امتحان قدرات. تمام، بعد كده في بقى معاهد متوسطة. معاهد المتوسطة دي بتدرس فيها سنتين، وفي يعني من ضمن المعاهد دي بتوفر لك شغل بعد المعهد، يعني اللي عاوز يريح دماغه تمام كده يدرس سنتين ويطلع يشتغل على طول، ما فيش اي مشكلة خالص. ايه هي المعاهد دي؟
تعالى ايه اوريك بعض المعاهد دي. اول معهد معانا معهد فن مختبرات التابع لكلية العلوم، ليه تكليف يعني بتطلع تشتغل، يبقى اسمه معهد فن مختبرات تابع لكلية العلوم، واعتقد المعاهد دي بتدفع لها فلوس يعني كأنها حاجة خاصة يعني. وفي معهد تحاليل بيولوجية تابع برضه لكلية علوم ليه تكليف، وفي معهد فن تمريض تابع برضه لكلية التمريض، وطالما كلية تمريض يبقى ده تابع البنات بس ليه تكليف برضه بتطلع تشتغل على طول. في عندنا معهد معاوني القضاء تابع لكلية الشرع والقانون بس ملوش تكليف، وفي عندنا معهد نظم ومعلومات إدارية تابع لكلية التجارة برضه ملوش تكليف، وفي عندنا معهد فن إعداد قواعد البيانات التابع لكلية العلوم برضه ده بدون تكليف، ومدة الدراسة في المعاهد دي 2 سنين. الصورة دي برضو اللي هي المعاهد اللي لها تكليف وملهاش تكليف، ايه هي المعاهد؟ هتلاقي الصورة موجودة برضو في نفس اللينك بتاع الكليات المحتاجة قدرات والكليات اللي مش موجودة في الأزهر، ودي الكليات اللي معاهد بتبقى 2 سنين، سنتين وبتطلع تشتغل على طول، بس اعتقد يعني بتدفع فلوس للمعاهد دي. طبعا اللي جمع الكليات اللي ملهاش امتحان قدرات واللي جمع المعاهد المتوسطة اللي في الأزهر الشريف، واحد اسمه المهندس محمد صلاح، انا مجمع يعني واخد سكرين شوت للحاجات دي، فانا بس عشان انسب له التجميعه والايه والمجهود بتاعه المهندس محمد صلاح على جروب على الفيسبوك، هو مجمع الحاجات دي وانا ايه واخدها منه يعني، ماشي، علشان الكلام ده على مسؤوليته هو، وبرضه يعني ننسب ايه الفضل لاصحابه. بعد كده عندنا تامن نقطه معانا، هل ينفع احول كليه عام؟ قلنا وقعدنا وهنزيد ما ينفعش يتحول لكلية عام إلا لازم تقوم قضية ولازم تروح محامي وهيضيع عليك سنة، ويا ترى هل هتنجح القضية ولا هتفشل؟ يعني أنا مثلا جايب 9 طالع الأول على الكون في الثانوية الأزهرية، الأول على الكون مش الأول على الثانوية الأزهرية، الأول على الكون تمام كده على جميع الأكوان الإيه المجاورة كلها، ونفسي أحول كلية عام، ماشي يا حبيبي حول كلية عام بس قوم محامي، المحامي ده محتاج قضايا وهتدفع له فلوس وهتقوم بقى قضية، يا ترى هتنجح ولا هتفشل؟ وحتى لو نجحت هتضيع سنة من عمرك وهتروح تدخل سنة أولى تاني في مثلا في طب عين شمس والكلام ده كله. طب ليه يا جماعة؟ ليه يعني أنت داخل في حاجة هتدفع لها فلوس ويا ترى هتنجح ولا هتفشل؟ فأنت رايح دماغك وادخل أزهر، فموضوع التحويل العام ده موضوع يعني صعب وشائك، فأنت عاوز توجع دماغك مفيش أي مشكلة، قوم محامي وشوف الموضوع هيمشي إزاي، والكلام ده لمحامين. لكن لو عاوز بقى يعني تمشي الدنيا والدنيا يعني ما بتستناش لحد، عادي ربنا رزقك في كلية تجارة أزهر ادخل تجارة أزهر، طب الأزهر ما هو كلهم طب يعني، مش هناك بيدرس طب مثلا بالقرآن والعلاج بالقرآن، لا طب طبيعي عادي، اناتومي وفسيولوجي وهيستولوجي والكلام ده كله. التجارة بتاعت الأزهر هي التجارة بتاعت القصر العيني، الاتنين بيطلعوا ما بيشتغلوش، يعني ايه الفرق؟ يعني انا اطلع ما اشتغل بس انا واخد جامعة القاهرة، ما بشتغلش بس انا في جامعة القاهرة، مش هتفرق تمام كده. الشغل ما بيقولش انت في جامعة ايه، الشغل اللي انت هتشتغله انا بعرف اعمل كذا تمام. يعني انا راجل بشرح عربي، هتيجي تقول لي انت في طب؟ انا بعرف اشرح عربي، ان شاء الله اكون في ايه معهد يعني مش متعلم اصلا يعني، هي الفكره كلها الشغل مش هيسالك انت متخرج من جامعه ايه، طب ازهر بتعرف تعالج الناس وبتعرف تكشف خلاص، يبقى خلاص هنحبك وهنجيلك وهندفع لك فلوس، انت في طب احسن جامعه في العالم ما بتعرفش تكشف ولا بتعرف ايه تشخص كويس مش هنجيلك تمام كده. فما تخليش موضوع الكليات ده ايه بعقده بالنسبه لك تمام كده. 9 نقطة بقى، هل ينفع أقدم كلية خاص؟ ينفع يا حبيبي، مش معاك فلوس إن شاء الله تروح تقدم في أمريكا، مش هيقولوا لك لأ، طالما هتدفع ادخل يا حبيبي زي ما أنت، إن شاء الله خلي والدك يبني لك جامعة خاصة وقدم فيها برضه، معاك فلوس يا حبيبي قدم عادي، طبعا زائد حد أدنى، يعني أنت مثلا لو جايب 90% في بعد المعادلة في الأزهر ينفع تقدم طب بشري، وينفع تقدم على حسب إيه التنسيق الحاجات دي، ينفع تقدم مفيش أي مشكلة خالص، وتروح وتدخل وتدفع، طالما هتدفع ينفع وجاب 90% تدخل عادي مفيش مشكلة تمام كده يا جماعة. اللي معاه فلوس وعاوز يقدم في جامعة خاصة ينفع مفيش أي مشكلة خالص تمام، طالما فلوسك في جيبك تعمل اللي أنت عايزه. بعد كده إيه توقعات التنسيق؟ كل سنة ما حيينا يعني منذ بدء الثانوية الأزهرية أو الثانوية العامة، يجي يقول لك إيه توقعاتك للتنسيق؟ يا حبيبي يعني أنا دلوقتي يعني لا يعلم الغيب إلا الله، مفيش حد عالم الغيب، ومفيش معلومات تخليني اقول لك التنسيق هيبقى عامل ازاي. بمعنى ايه؟ الاول على ايامي والسنه اللي بعد بس كان بتكتب اسمك، وكان في بعض المواقع بتاخد النتيجه على بعضها كده وتعمل ترتيب،
فانا بعرف مثلا انا ترتيب ال 500، فبعرف ان الطب البشري بياخد 600 واحد، فانا اعرف ان انا مثلا ان شاء الله الحق كليه طب بشري. دلوقتي الازهر مانع الموضوع ده، مانع ان البيانات بتاعت المواقع بتاعته تتسرب للمواقع اللي بتعمل ترتيب، فانت دلوقتي محدش يعرف اللي جاء اللي مثلا اللي جاب 90% ده ترتيبه كام، فنعرف على اساسه الكليه ممكن تاخد كام، فنبدا نقول ده هندسه ده طب الكلام ده كله. فانا دلوقتي ما اقدرش اتوقع لك التنسيق. طب حد يقول لي بس يقول لي يا ابني ما انا اعشمك في حاجه في الاخر تطلع غلط، يعني انا برضو يعني ما تبقاش زي الناس اللي هو بيتكلم وخلاص. انا اللي اقدر اقوله لك يعني اللي اقدر يعني اعشمك بيه، شوف تنسيق السنه اللي فاتت زائد 2% او اقل 2%، يعني طالما 2% يعني 1% عادي، يعني تنسيق السنه اللي فاتت تنسيق السنه دي ممكن يعلى 1% او 2%، او تنسيق السنه دي ممكن يقل 1% او 2%. ده اللي اقدر اوجهك وابسط لك واقرب لك الموضوع بتاع التنسيق. لكن حد يقول لي توقع، يا ابني يا حبيبي ما انا لو عارف التنسيق يبقى كام، ما انا كنت هطلع واقوله لك. هو يعني احنا في امتحان هتكسف اغششك، او لو غششتك مثلا التنسيق هيبقى كام، هتاخدني مثلا في لجنه خاصه؟ لا، ما لو حد عارف التنسيق هيطلع يقول، ما فيش اي مشكله. فانت ما تسمعش يقول لك ده الطب هياخد من كذا كذا بالظبط، ما حدش يقدر يقول الكلام ده كله. فانت زي ما قلت لك تنسيق السنه اللي فاتت اعرف تمام، وزائد 1% او 2% او ناقص 1% او ناقص 2%. وسيبك من الناس اللي بيقعدوا يقولوا اي كلام، يقول لك الصيدله هتاخد السنه دي من 94.5، ايه اللي عرفك؟ لا ما انا نمت وحلمت ما حدش عارف، الله اعلم. تمام كده. بعد كده التظلم بقى، لو حد مقدم تظلم هل بياخد درجات؟ ممكن ياخد ممكن ما ياخدش. طب التظلم ده قلنا بيعمل في ايه؟ بيجمع لك درجات، مش بيرجع يصحح لك تاني الورقه. لو انت عاوز الورقه ترجع تتصحح تاني بترفع قضيه وتقعد سنه برضو، وتبدا ايه ان السنه دي بتضيع عليك. تمام، يعني انت لو مثلا رفع قضيه وجالك مثلا درجات وعاوز تدخل طب بشري، بعد ما الدرجات جات لك ترجع بعد تضيع سنه من عمرك دي كلها وترجع ايه تدخل ايه سنه اولى من اول وجديد. فالتظلم بيجمع لك درجات. يعني انا كنت مقدم تظلم في مادتين ما طلع ليش درجات، واحد صاحبي كان مقدم تظلم في 4 مواد طلع له 3 درجات. فانا مش هقدر اقول لك هيطلع لك ولا لا، ده بقى يعني ايه توفيق من ربنا. فالتظلم اهم نقطه، بس ما بيصحح لكش الورق من اول وجديد، هو بيجمع بس. بعد كده اخر حاجه حابب اوضح يعني ايه دور تاني. يعني انا مثلا في واحد طلع له في النتيجه ثاني دور تاني، يعني ده معناه ان هو شال 5 مواد او اقل، يعني شال مادة او 2 او 3 او 4 او 5 بس، يبقى شال مادة او 2 او 3 او 4 او 5، ده كده يدخل دور تاني مفيش اي مشكلة خالص. طب اللي مكتوب له راسب ده نزل في اكتر من 5 مواد، ان شاء الله يكونوا 6، يعني ده شال 6 مواد، شال 7 مواد، شال 8 9 10 11، شال المواد كلها، يبقى عندك 5 مواد او اقل. تمام، ايا كانت المواد بقى 5 مواد اقل ده دور تاني، ينفع يمتحنهم دور تاني بس بياخد نص الدرجة. أكتر من 5 مواد، لا من 6 إلى 17 مادة اللي عليك كلهم، ده اسمه راسب وما ينفعش يدخل دور تاني، وهيعيد السنة على المواد اللي راسب فيها بس. يعني أنا دلوقتي ناجح في 10 مواد وشلت 6 مواد أو 7، يبقى خلاص هعيد السنة على 7 مواد بس. طب سؤال كمان ناس كتير بتسأله، أنا جايب 90% وعاوز أعيد الثانوية تاني، ما ينفعش. طب انا سمعت حد من المريخ عاد الثانويه، ماشي روح المريخ وعيد الثانويه. الكلام المعلوم ان ما ينفعش تعيد الثانويه بعد ما نجحت حتى لو جايب 100%. طب انا دلوقتي انت عارف محامي، عارف اي سكه تقدر تعيد بيها السنه امشي فيها مفيش اي مشكله، ما قلناش لا، بس المعلوم عند الناس كلها، عند عامه الناس، اي حد تساله لك ما ينفعش تعيد السنه. طب انت لقيت سكه ان انت تعيد السنه بيها، مفيش مشكله عيد السنه، لكن القول الواضح ان ما ينفعش تعيد السنه بعد ما نجحت، ان شاء الله تكون جايب 50% او جايب 100%، ما ينفعش ان انت تعيد الايه السنه. وخلي بالك المجموع ده يعني توفيق من ربنا وده رزق، وخلي بالك اي حد بيبص في رزق التاني ربنا ما بيرضهوش. يعني لو مثلا اللي جاب 99% ده عمال يحقد وعمال يبص على اللي طالع الاول على الجمهوريه، ده برضه بيفضل عايش تعيس. ممكن كده انت تصدق ان اول الجمهوريه نفسهم تلاقي واحد خامس على الجمهوريه قاعد زعلان وبعيط، طب ليه يا ابني؟ قال لك عشان ما طلعتش اول على الجمهوريه. ما تر... يعني علشان كده بقول لك ايه، الرضا يعني او القناعه كنز لا يفنى. والقناعه دي بتبقى عند الانسان القنوع بجد، سواء جاب 100% او جاب 50%. هتلاقي اللي طالع الخامس على الجمهوريه متضايق، ازاي ما طلعش الاول،
وتلاقي واحد تاني جايب 97 او 95% ومبسوط وراضي، ومع ان ده جايب اعلى من ده، بس هي الفكره القناعه من جوه. فانت لو مش عندك القناعه دي، لو انت معاك فلوس الدنيا كلها طلعت الاول على الجمهوريه، اقول لك الاول على الجمهوريه، يجي مثلا ليه مش قانوع يقول لك لا انا ما جبتش 100% مثلا، طلع الاول على الجمهوريه جاب. انا ما بتكلمش ان هو عمل كده، انا بفترض يعني ان اللي جاب طلع الاول على الجمهوريه ربنا يوفقهم جايبين 649، ده لو انسان ما عندوش قناعه هتلاقيه رايح وعمال يقدم تظلم. انا ما بقولش كده يعني رب الف مبروك ليهم، انا بتكلم لو هو ما عندوش قناعه. انا عاوز اوضح لك ان تخيل الانسان اللي طلع على الجمهوريه ممكن ما يكونش عنده قناعه، يقول لك لا ليه ما جيبش 650. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. فتكن اغنى الناس دي لازم القناعه تبقى موجوده، سواء مجموعك قليل او مجموعك كبير. وحته قليل وكبير ده بتبقى في النفس. واحد بيبقى معاه 1,000,000 جنيه وحاسس ان هو فقير، وواحد معاه 5,000 جنيه وحاسس ان هو الحمد لله يا رب ان انا لاقي اكل واشرب، ولاقي ان انا اصرف على اولادي او اصرف على نفسي. فالقناعه دي لا تقاس بالقله والكثره، تقاس بالقلب. لو انت قلبك قنوع، لو معاك زي ما قلت لك 10,000,000 جنيه هتفضل تجري ورا الفلوس، لو طلعت الاول على الجمهوريه هتجري ورا اعلى من كده. لو انت انسان قنوع، لو جايب 90% 80% وعندك قناعه وقلت الحمد لله ربنا هيوفقك بعد كده، وتبقى ناجح في مجالك وتبقى رقم واحد في مجالك، وتدخل وتبقى يعني مكانه علميه ومكانه اجتماعيه ومكانه ماليه فلوس يعني اعلى من اللي كان جايب 99 ومش راضي عن اللي هو فيه. فالقناعه اوعى تفتكر ان هي بكثره المال او بكثره او بتبقى في القمه الاجتماعيه، لا عادي ممكن ابقى انا رئيس جمهوريه وحياتي مش مقتنع بيها، مش فرحان، مش مبسوط، مش قنوع، مش انسان قنوع. فانت لو ما كنتش قنوع في اللي موجود معاك دلوقتي مهما ربنا ادالك مش هتبقى قنوع ابدا. وده عن تجربه وعن يعني ان انا الواحد بيشوف ناس وبيشوف تجارب، فربنا يوفقكم. فانا ما بحبش اتكلم عن ده جاب كذا وده جاب كذا، لان انا عارف ان في الاول وفي الاخر ده قناعه جوه الانسان اللي هيرضى حتى لو هو انسان مظلوم، ربنا هيوفقه وهيخليه مبسوط اكتر من انسان جاب 99% ومش مبسوط وزعلان. ليه؟ الله اعلم ده بتبقى ايه؟ قلوب. فاصلح قلبك وارضى مما قسم الله لك تكن اغنى الناس. ده اخر حاجة هقولها وكررها تاني، ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس حتى لو انت مظلوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.